وحنا داخل هذا الحزب قابطين الطريق ديال المعقول وديال الجدية ومسار الصدق والالتزام مع سيدنا الله ينصره ومع المغاربة. ما جيناش باش نضيعوا الزمن التنموي ديال المغاربة، ما جيناش ندخلوا مع حلفائنا في الصراعات الخاوية كما كان ذلك في السابق، وشتو داكشي كيفاش كان كيكون. حنا موجودين حيت بغينا المغاربة التنمية الشاملة، بغينا المغاربة يرتاحوا على مستقبلهم ومستقبل وليداتهم. المهم عندنا هي التنمية ولا شيء من غير التنمية. المهم عندنا هي الأسرة المغربية ومستقبلها. وهذه وقتكم وحنا معكم وخدموا بلادكم، وغادي تلقاونا بجنبكم. هذه مرحلة جديدة إن شاء الله، نبغي نشجعكم باش تكونوا موجودين مع المواطنين. أنا جد فرحان بأنه زنا واحد هذه المرحلة ديال ما يسمى بالبيلون دا شهر تقريبا. حقيقة خلقنا ضباء ونقاش كبير في داخل البلاد وعلى المستوى العالمي. كان بعض رؤساء الحكومة كيجيو كيخطبوا ساعتين وصافي، ولوندوما ما كيبقى لا أثر. النقاش موجود، وهذا حزب ديمقراطي، بغينا الديمقراطية تحط. وباش نقول لكم بأنه النتائج لهذا العمل اللي قامت بها الحكومة راها جد إيجابية بالنسبة للمواطنين. كونوا متاحين، جد إيجابية.